للحديث عن الصراع السياسي في العراق وتصريحات زعماء ميليشيا الحشد والأحزاب من خطورة تصدع العملية السياسية، معنا من مالمو عضو التحالف الوطني المعارض السيد لبيد الصميدعي. أستاذ لبيد، بداية مرحبا بك. المتحدث باسم تحالف الفتح أحمد الأسدي أكد أن استقالة نواب التيار الصدري سيكون لها انعكاسات كبيرة. إلى أي مدى يمكن اعتبار القوى السياسية في العراق في أضعف حالتها الآن؟ بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. الكرة أصبحت في ملعب ما يسمى بالإطار التنسيقي أو ما يسمى بالثلث المعطل حاليا. فطالما سمعنا مصطلح الثلث المعطل، وكان الجميع الأطراف في الإطار التنسيقي يتكلمون عنها بالفم المليان، وكأنها معجزة أو منجزة أنجزوها للشعب العراقي باعتباره معطلوا تشكيل الحكومة. الآن يجب عليهم أن يقرروا، الباب مفتوح أمامهم في تشكيل الحكومة الطائفية التي كانوا ينشدونها، وبالتالي ستكون هذه الحكومة مستندة على خاسرين بالانتخابات، رغم أن هذه الانتخابات على علاتها باعتبار أن نسبة المشاركة لم تصل فيها إلى 15%، لكن مع ذلك الخاسرون في هذه الانتخابات الضعيفة هم الذين ستستكز عليهم الحكومة، حكومة طيب. الإطار التنسيقي. الأسدي، نعم. الأسدي ومن بعد الفياض أكدا أن ميليشيا الحشد لن تخضع لأي مزايدات سياسية وهي صمام أمان. كيف أثر هذا الصراع السياسي على ميليشيا الحشد برأيك أستاذ لبيد؟ نعم، أنا سمعت تصريحات صالح الفياض، والحقيقة هو كان يستدر عطفه ويستجدي حب الناس للحشد، لأنه يدرك أكثر من غيره بأن الحشد أصبح مذموما من قبل الشعب العراقي، أكثر مذمومية من ذي قبل طبعا، لأنه حشد أولا حشد طائفي، يعني 100%، يعني هذه هويته يعني الصافية منذ البداية. ثم أن الحشد تورط، أو الفصائل التي يتألف منها الحشد متورطة بكثير من الجرائم التي تتعلق بالفساد، وتتعلق أيضا باستهداف الكثير من الناشطين، ناشطي ثورة تشرين، بالإضافة إلى أن الحشد متورط في تجارة المخدرات وغيرها. ثم أن أحمد الأسدي الذي يشكر ويكيل المدح للحكومة الإيرانية على دعمها للحشد، يبدو أنه لا يريد أن يصدق بأن الحكومة الإيرانية أو النظام الإيراني أصبح مكروها أمام في العراق، بدليل ما قام به المتظاهرون من تمزيق لصور رموز النظام الإيراني والإهانات التي وجهوها والهتافات. يعني قوى الحشد تحاول بالقوة أو بالعطف بالاستعطاف تحاول أن تجد للحشد مكانة في قلوب الناس، ولا يمكن. هل تتوقع أن تلجأ ميليشيا الحشد للسلاح أمام الاستقالات التي قدمها نواب الكتلة الصدرية؟ الحشد حاليا في حالة خوف، لأنه صالح الفياض قال المستقبل مملوء بالهواجس ومملوء بالمخاوف، وهو في سياق حديثه عن الحشد وعن دعوته للناس وللقوى السياسية إلى دعم الحشد، فهو بالحقيقة أصبح في خندق الدفاع، ويبدو لي أن الحشد خائف من عواقب الاستقالات الجماعية التي حدثت في البرلمان، وخصوصا أن التيار الصدري له وزن في ضواحي المدن، خصوصا في ضواحي العاصمة بغداد وفي القصبات وفي أطراف الحدود العراقية، فلذلك فالحشد لا يستطيع أن يواجه قوة كبيرة سواء يعني مسلحة. ولكن أستاذ لبيد، ماذا عن الموقف الإيراني؟ لماذا لم تستطع طهران كما في كل مرة إنقاذ حلفائها في العراق وكذلك التأثير عليهم واحتواء صراعاتهم؟ لماذا لم تستطع هذه المرة؟
لم تستطع، لان اولا لان ايران مأزومة داخليا، ايران تحاول ان ترمم وضعها الداخلي، وايران ايضا تعاني من عقوبات اقتصادية، ولذلك فقلة الدعم الذي تقدمه ايران او الوضع الاقتصادي السيء الذي تمر به ايران ينعكس على ايضا دعمها للحشد. هذا ما دفع الحشد الى اخذ الاوتاوات والى زيادة أو مضاعفة اعتداءاته على أموال الناس ونهبه لأموال الدولة من أجل تغطية نفقاته، وهذا ما زاده كرها من قبل المواطن العراقي. والحكومة الإيرانية لا تستطيع دائما أن ترقع الفتوق التي تحدث للتيار. إذا لم تستطع إيران أن تحتوي هذه الصراعات في العراق، ماذا إن عجزت القوى السياسية عن التصويت على رئيس الجمهورية أو اختيار رئيس الحكومة؟ إلى أي مدى يضع جميع القوى في دائرة الخطر، لا سيما مع يعني مع الرفض الشعبي للانتخابات أن تشارك فيها وتتحكم بها ذات الوجوه في العملية السياسية؟ الإطار التنسيقي دعا إلى اجتماع طارئ في غضون 24 ساعة، وأعتقد أنه الاجتماع بدأ الآن وسيصدر عنه موقف. والحقيقة أنا هناك أكثر من سيناريو يعني ربما يحدث. السيناريو الأول أنه أن الإطار التنسيقي سيوافق على تصعيد نواب خاسرين إلى قبة البرلمان، وبالتالي ستكون لديه سهولة في مسألة الإقرار أو انتخاب الرئيس للجمهورية، ومن ثم حكومة طائفية بحتة كما ذكرنا، مع ترقيعات بسيطة هنا ومساحيق تجميل سنية على كردية على تركمانية إلى آخره. وبالتالي يعني ستكون هناك طبعا هناك أزمة شعبية، طبعا نتوقع أن تقوم مظاهرات كبيرة ومعارضة شديدة ضد هذه الحكومة. وهناك سيناريو بأن تلجأ قوى الإطار التنسيقي إلى تفجيرات يعني منسوبة إلى قوة النية ذات تعطيها سمة طائفية من أجل إذكاء الفتنة الطائفية، لأن هذه القوة وعلى رأسها الحشد الشعبي تعتاش على الفتن الطائفية، لأن الفتن الطائفية بالحقيقة هي التي جعلت من للحشد الشعبي وجودا، وجعلت لهذه القوى ايضا وجودا في البرلمان في الانتخابات السابقه. فانا اعتقد ان العراق مقبل على ازمه هي اشد من الازمه الحاليه والازمات التي سبقت بسبب هذه المشاكل. شكرا استاذ لبيد. من ملمو عضو التحالف الوطني المعارض السيد لبيد الصميدعي، شكرا جزيلا لك.